سلام غزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واموركم مزيانه يا ربي. غزالة ديالي، اليوم بغيت نوجد الكاتل وجدي، وبغيت نوجدو بطريقتي ونوجدو معاكم ونوريكم الطريقه كيفاش كنوجد انا الكعك. المهم غزالة ديالي، انا غادي ندير غير المقادير ديال نص كيلو نتاع الدقيق. هنا عندي نص كاس نتاع العصير تاع التشين، واللي بغات تاع البرتقال، واللي بغات دير الحليب دير الحليب. عندي كاس مع مرش نتاع الزيت، عندي كاس فيه نص نتاع الزرارع ديال اللي معروفين النافع وحبه حلاوه مطحونين، والنص نتاع الجنجلان نتاع هو محمر ومطحون. عندي نص كاس نتاع سنيده، عندي هنايا نص كاس نتاع العسل الحره، واللي بغى يدير العسل عاديه يديرها، واللي بغى يصغنا على العسل يدير كاس كامل نتاع السكر. عندي هنايا زوج ديال السكر فانيلا، وعندي هنايا قابصه تاع الخماره من فئه 15 غرام ديال الحلويات، وعندي زوج بيضات. المهم الغزالات ديالي، هذا هما المقادير نتاعي. مامي مامي مامي. المهم غادي نوري لكم الطريقه باش كندير انا الكعك. غادي نكب كل شيء هذا الشيء هنا كما كتشوفوا، نزيد هذا العصير ونزيد هذا الزيت ونزيد البيض. طريقه سهله مهله، اي وحده تقدر تديرها. ونزيد هادو ونزيد العسل نتاعنا ونخلط هاد المكونات كاملين. المهم الغزالات ديالي، هانتوما كتشوفو من بعد ما خلطت كاع المقادير تاعي كاملة بحال هكا، غادي نبقى نضيف الدقيق، خلطو كلشي المكونات هكا. من بعد غادي نبقى نضيف الدقيق شوية مورا شوية حتى نجمع الخليط نتاعي كامل. بسم الله على بركة الله، نديرو غير شويه مورا شويه، ما نديروش دفعه واحده، ونديرو الخميره نتاعنا ونبقاو نخلطو. المهم البنات، هذا هو الكعك ديالي، شوفوا كيفاش جا، جا محمر، جا زوين غزال ما شاء الله. شوفوا انا راني ديجا هنايا هرست وحده، شوفوا كيفاش كيجي، كيجي رطب وكيجي زوين غزال. انا راني درتو غير بهذا الشكل هذا بواحد البوق، حيت بنتي بقات كتغوت وما خلاتنيش نكمل الصراحه. المهم نتوما بغيتو ديروه بهذا الشكل، بغيتو ديروه بالشكل اللي وريت لكم في الاول اللي معروف به الكعك الوجدي، المهم هو المقادير، اما الشكل كل وحده دير الشكل اللي بغات. المهم الغزالات ديالي، بلا ما نكثر عليكم، هذا هو الفيديو ديالي ديال هذا النهار، هذه هي هذا هو الكعك ديالي اللي وجدت. نتمنى ان الاعجاب ديالكم. في امان الله، الى فيديو مقبل ان شاء الله.